السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ أطال الله عمرك. وعمرك يا رب في طاعة الله. ثلاثة من الفتاوى السريعة، أنا أتمنى من سيادتكم أن يعني يتسع صدر حضرتك اليوم. أحد الإخوة يعني أخبر بثلاثة من الفتاوى، إحداها أن فضلات الطيور من النجس إذا وقعت على الثوب إيه؟ البدن أو الفرش. عفوا تقولي إيه؟ فضلات الطيور أعزكم الله. لا ليست نجسة. ليست نجسة، لا تنجس الثوب. لا تنجسه، لا.